اهلا بكم مشاهدي هنا لبناني. هنا قصف عنيف في تلك المنطقه وطائرات الاستطلاع على علو منخفض جدا. ان هذه غاره جويه، ان هناك غارتين على هذه المنطقه. هناك قصف مستمر. رجع لورا. يعني هناك قصف عنيف في هذه المنطقه حاليا. ها غارة. جلس ايدك. يعني طائرة الاستطلاع على علو جدا منخفض. هناك ها وين هسه صوب الخردلة ما هيك؟ يعني هذا القصف على ما يبدو باتجاه الخردلة. لك صور الانقاذ تبين معك. هون فوق ما مبين. هنا هناك غارة أخرى. قرب. هناك قصف بشكل هستيري في هذه اللحظة على تلك المنطقة. عادي ما تطلع لفوق كثير حامي. هد شوية الطاسة. إن هذه طائرة الاستطلاع على علو منخفض جدا، وهناك قصف بشكل عنيف، قصف من الغارات الطيران الحربية. نستطيع سماع الصواريخ التي تسقط في تلك المنطقة. هد ركز هنيك. ليك اذا قربنا شوي يعني هناك عدة غارات على ما يبدو على منطقة الخردلة، وطائرة الاستطلاع على علو جدا منخفض فوق هذه النقطة. إن هناك سماع صوت قصف بشكل عنيف في هذه الأثناء. إذا مشاهدينا هذه المشاهد من منطقة مرج عيون، حيث هناك العديد من الغارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، وعلى يبدو هذه النقطة هي الخردلة. وطائرة الاستطلاع على علو جدا منخفض. يعني استهدف حزب الله منذ قليل ايضا جرافة تابعة للجيش الاسرائيلي قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة، مما ادى الى تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عدد من الاصابات بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيل وجريح. يعني نستطيع ان نقول ان الجيش الاسرائيلي يعني يشن غارات بشكل جنوني ورمي قذائف فسفورية ايضا في منطقة ميس الجبل. والان يعني نستطيع ان نرى الدخان الذي يتصاعد بسبب الغارات التي نفذها الجيش الاسرائيلي منذ حوالي الخمس دقائق على يعني على ما يبدو ان هذه هي منطقة الخردلة، وطائرة الاستطلاع على علو جدا منخفض. قرب لهون. لا لا غارة مبينة. وين صورها لك وين شفتها؟
خلص يعني إذا نستطيع أن نرى طائرة الاستطلاع على علو جدا منخفض فوق منطقة مرج عيون، حيث تم على ما يبدو استهداف يعني الخردلة بغارات إسرائيلية. يعني سمعنا صوت صاروخين. يا أيمن إذا نسلنا شوي على الناس دي بيبين الخردلة اللي كبله برجع يوم امشي امشي ننزل بدك ننزل شوي لتحت ببين كل شيء هم بيمشوا على راسنا خلص نحن معنا لايفيت معنا صوت معنا يعني شو قصدي؟ يعني نستمر بسماع صوت القصف. خلص